السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم هام لكل اخواتنا ولكل حبايبنا المشاهدين والمتابعين ان شاء الله بإذن الله. ازاي نقدر نحول منظم الكهرباء لجهاز حماية تقدر تحمي المنزل بالكامل من ارتفاع او انخفاض الكهرباء. كلنا عارفين ان ده طبعا منظم سيرفو بيشتغل 220، لما الكهرباء بتعلى عليه بيقدر يفصل الكهرباء عن التلاجة او عن الجهاز اللي شغال عليه، ولكن ده بيشغل جهاز القدرة بتاعته 1 كيلو 1000 فولت. تمام يا حبايبي؟ يبقى علشان نعرف ازاي نقدر نحوله لجهاز يتحكم في فصل الكهرباء عن المنزل بالكامل اثناء ارتفاع الكهرباء او اثناء انخفاض الكهرباء. لما بيشتغل في الامر الطبيعي بتبقى اللمبة الخضراء شغالة، لما الفولتية بتعلى بيدي لك ان الفولتية اوفر عالية بينور اللمبة الحمراء، ولما بتنخفض برضو بينور لك اللمبة بتاعت انخفاض التيار. طب يلا نجرب كده نوصله في الكهرباء اللي هي مثلا 160 او 170 على حسب الكهرباء اللي موجودة، ونجرب نشوف هيرفعها ويزبطها ولا لا، ونشوف الدايرة بتاعته ماشية ازاي. هنا هنبص كده عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. كده هو بينظم الكهرباء زي ما انتم شايفين، الموتور بتاعه بيلف ويظبط الكهرباء على درجة ال 220 ثابت، على ال 220 ثابت زي ما باينة قدام منكم. طيب نيجي هنا بقى كده نشوف، نقول بسم الله، نقيس الكهرباء اللي خارجة منه. اها، الكهرباء اللي خارجة منه 220 فولت بالظبط، كهرباء خارجة 220 زي ما انتم شايفين. طيب نشوف بقى الكهرباء اللي داخلة عليه كانت كام، هو بيرفعها وهو بيظبطها لك على ال 220. نيجي كده نشوفها مثلا، نقول كده نشوف ال 220 اللي داخل ده كام، اللي داخله 170 فولت. 170 فولت هو ظبطهم لك على ال 220. عايزين نركز مع بعض شويه، وباذن الله الفيديو مش هيبقى صعب وهيبقى سهل على كل اخواتنا وحبايبنا. هو دلوقتي مخرج لي الكهرباء من هنا 220 ثابتين. ايه اللي هيحصل لو الكهرباء اللي داخل عليه كانت اكتر من 250 فولت؟ ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هنجرب دلوقتي ندخل عليه كهرباء عاليه ونشوفه ايه اللي هيتم بالظبط، وهيقدر يفصل الكهرباء اللي خارجه او التغذيه ولا مش هيفصل. هنجيب بقى كده نفكه بقى من هنا كده ونوصله في كهرباء يكون اعلى من كده بكتير. هنجيب بقى رافع فولت تاني اهو، الكهرباء بتاعته عاليه، وهنيجي هنا نجرب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنركز بقى في الحركة، هنركز في الحركة بتاعت الموتور، نشوف كده بقى بيلف يروح فين بالظبط علشان نعرف بيقدر يفصل، بيجي على الحساسات دي كده ويقدر يفصل لك الكهرباء نهائيا لما يكون الكهرباء اللي داخلة عالية أكتر من الطبيعي. نقول بسم الله، زي ما انتم شايفين خلاص كده فصل أوتوماتيك، فصل ونور لي اللمبة بتاعت الأوفر فولتية، إن الفولتية عالية جدا. خلاص مش هيخرج لي كهرباء هنا نهائي، مش هيخرج لي كهرباء هنا نهائي. هي بقى دي النقطة الوحيدة اللي هنقدر نشتغل عليها وهنعمل الفكرة بتاعتنا، وفكرة بإذن الله جميلة جدا ومضمونة بفضل الله إنك تقدر تحمي أجهزة المنزل وكهرباء المنزل بالكامل. يبقى كده زي الفل، إحنا عرفنا خلاص أول ما الكهرباء بتعلى بيعمل إيه؟ الموتور بيلف وبيلمس الحساس اللي موجود ده وبيقدر يفصل الكهرباء نهائيا. طيب لو الكهرباء ضعفت هيلف بقى في الاتجاه المعاكس كده 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 كده، هيفضل يلف لغايه لما يجي هنا ويلمس الحساس التاني ده ويقدر يفصل عنك الكهرباء برضو في انخفاض الكهرباء. كده زي الفل. نجرب برضو تاني كده علشان بس نشوف الحركه ماشيه ازاي. اول ما نوصله على كهرباء عاليه زي ما انتم شايفين لف وفصل نهائيا، لف وفصل نهائيا الكهرباء، وطبعا لمبه التحذير باينه اهي ان الكهرباء الفولتيه عاليه، وفصل المنظومه والتغذيه اللي خارجه من المنظم اللي قدامنا ده. يبقى هنا بقى هنقدر نعمل الفكره بتاعتنا باذن الله ونعمل الشغل بتاعنا. طيب هنيجي بقى، الفكره عباره عن ايه؟ الفكره باذن الله هتروح تجيب ريليه، هتجيب ريليه يستحمل قدره المنزل بالكامل او قدره الاجهزه اللي موجوده عندك. انا مش بقول لك ريليه نفس القدره او نفس الحجم ده، انا عايزك تجيب حاجه اكبر من كده بكتير، في لغايه 100 امبير، ممكن تلاقي 100 امبير تقدر تغذي المنزل بالكامل. هنقول مثلا ان الكهرباء اللي جايه من الخارج هتبقى جايه لك في
كابل زي ده بالظبط كده، كابل زي ده بالظبط، ده مكان التغذيه اللي جاي العمومي، والكابل ده اللي هتقدر تعمل من خلاله التغذيه اللي داخله على المنزل عندك. هنيجي بقى نقطع الطرف ده وهنعمل عليه التوصيله بتاعت الريلي. الريلي معروف ان هو بيشتغل ب 12 فولت، مجرد ما باخد امر ال 12 فولت بيوصل لي الخط ده مع الخط ده، ولكن هو في وضع الفصل بين الرسمه اهي، ان هما دول متصلين مع بعض. يبقى انا هجيب الطرفين اللي انا قدرت اقطعهم دول، اوصل طرف هنا كده وهلحم الطرف الثاني في الرجل اللي قدامنا دي. نلحم بقى كده بسرعه ونشوف بقى ايه الريلي ده هيقدر ياخد الامر من الجهاز ده ويشغل لي كهرباء المنزل ولا مش هيقدر. كده زي الفل، الحم بقى التاني كده. كده تمام، كده قدرنا نلحم الطرفين دول مع بعض بحيث ان اول ما ياخد ال 12 فولت يقدر يوصل الخط ويشغل لي التغذية بتاعت المنزل، واول ما افصل عنه تغذية ال 12 فولت يقدر يفصل لي كهرباء التغذية اللي داخلة على المنزل. يفضل انك تركب الريلي بقدرة عالية جدا، انا بقول لك مش لازم يبقى زي ده، ده ما يتحملش، ده ما يتحملش انك تشغل عليه المنزل بالكامل. في ريلي لغايه حجم قد كده في جميع الاحجام، تقدر تجيب حاجه قويه جدا تقدر تتحمل لك الكهرباء اللي موجوده في المنزل بالكامل. هنيجي بقى هنا نشوف، انا دلوقتي هاخد التغذيه من المصدر اللي داخل الكهرباء للمنزل على الخطين دول، ولنفترض مثلا احنا هنجيب نوصل كده ونشغل بالشكل ده. تمام، هنيجي بقى هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نركب كده ايه اي حاجه بس تدل ان الكهرباء شغاله، ونوصل كده في الكهرباء ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اخواتي وحبايبي كل واحد يخلي باله، ومعلومه كمان يعني حاجه هامه جدا، يا ريت تخلي الطرف ده يبقى الارضي ما يبقاش فيه الكهرباء، تقيس كده بالافو اللي تلاقيه ارضي معاك تشتغل عليه. يعني ممكن نعمل كده مثلا ونحدد الارض فين والكهرباء فين، ونقدر نعمل كده ونعرف اذا كان ده ارضي ولا كهرباء. ده ارضي معايا، ارضي هعرفه ان هو ارضي. تمام، يبقى الارضي هيكون افضل علشان التلامس وعلشان الاحمال وعلشان ما يعملش معاك شرس. كده الريلي زي الفل، الريلي كده فاصل نهائيا، كده الكهرباء بتاعت المنزل هنعتبر ان هي فاصله عن المنزل نهائيا. فاصله ليه؟ فاصله علشان ما خدش امر بال 12 فولت للريلي ويفتح كهرباء المنزل بالكامل. طيب هنجيب بقى كده ايه، ادي الادابتور 12 فولت اللي هنقدر من خلاله ندي امر لمين؟ للريلي، وهنوصله في الجهاز اللي قدامنا ده يا حبايبي، هنوصله في الجهاز اللي قدامنا ده. هنيجي كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نوصل كده في الجهاز اهو، وهنبدا نوصل الطرفين دول كده علشان نقدر نعمل بهم ايه من بعيد كده باذن الله، نوصل المشبكين دول ادي وادي. اول ما الجهاز ده ياخد امر تشغيل وياخد الكهرباء اللي داخل عليه اهي، هنوصله في الكهرباء علشان نشوف كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، بعد ثواني بالظبط بيبدا يفتح الفولتيه. خلاص كده فتح اوتوماتيك، فتح الكهرباء اوتوماتيك زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين يا حبايبي فتح الكهرباء اوتوماتيك. انا هنا موصل فيه الكهرباء اللي هي يعني في الطبيعي 170 فولت، ولكن عندي هنا كهرباء عالية علشان اقدر اجرب لك بيها ان اثناء ارتفاع الكهرباء هيفصل ولا لا. هنا 275 فولت، كهرباء هنا عالية. طب انا عايز اشوف دايرة الحماية بقى دي هتعمل ايه، هتشغل لي ولا هتفصل. طب نيجي ننقل كده بقى التغذية بتاعت ده وناخدها على الكهرباء اللي قدامنا دي. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين فصل نهائيا، خلاص كده مش هيشتغل وهينور لي اللمبه ان الكهرباء عاليه وفاصل الفولتيه. كذلك الامر في انخفاض الكهرباء هيقدر يرجع العكس ويقدر يفصل الكهرباء نهائيا اثناء انخفاض الكهرباء. يا رب دايره الحمايه الجميله دي والمعلومه الجميله دي تكون وصلت لكل اخواتي ولكل حبايبي. يا ريت ما نبخلش بقى في التعليقات المحترمه الجميله اللي بنتشرف بيها، ويا ريت تعمل لايك للفيديو علشان نقدر نستمر، ويا ريت تشير الفيديوهات بتاعتنا عندك، وانا اسف لو كنت نسيت اي حاجه في الشرح. عايز اقول لك على معلومه تاني، اول ما الكهرباء اللي هنا تنزل
اول ما تنخفض هيبدا يلف ويبدا يفتح الكهرباء اوتوماتيك. يعني دايره حمايه مضمونه، مضمونه بفضل الله، وزي الفل زي ما انتم شايفين قافله دلوقتي. لو الكهرباء اللي داخله هنا انخفضت شويه هيبدا يلف ويفتح الكهرباء اوتوماتيك، واول ما تعلى هيبدا يفصل اوتوماتيك. انا اسف على الاطاله، ويا ريت اخواتي وحبايبي يعني اعذرونا لو نسينا اي حاجه في الشرح، وتكتب في التعليقات اي معلومه اي فكره اي تطوير. احنا كلنا اخوات وكلنا بنكمل بعض، ويا ريت تنتظرونا في فيديو جديد ومعلومه جديده في قناه اخيكم محمد الصفطاوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.